أعلنت رئاسة الجمهورية التونسية إجراء تعديل حكومي مفاجئ شمل وزيري الداخلية والشؤون الاجتماعية. وقرر الرئيس السعيد تعيين خالد النوري وزيرا للداخلية خلفا للسيد كمال الفقي، كما قرر الرئيس السعيد تعيين كمال المدوري وزيرا للشؤون الاجتماعية خلفا لمالك الزاهي، وتعيين سفيان بن الصادق كاتب دولة لدى وزير الداخلية مكلفا بالأمن الوطني. وأدى أعضاء الحكومة الجدد اليمين أمام رئيس الجمهورية بحضور رئيس الحكومة أحمد الحشاني.